Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mubadi'ah berkata mabda al-Qasbin Sultat Ahad al-Mabadi'ah al-Asasiliyah al-Lati yaktikan alihan hukumat demokratiyah. Wallah rakyat demokratiyah digawarahan tamaman ala nahmin temata tindad al-Ahmiyah mabda siyadat al-Mawasyah. Yani ka'adunu anahu mindad mabda siyadat al-Mawasyah mabda al-Qasb fi as-Sultat. ويرجع إلى المفكر الفرنسي الشهير مونتيس كيو حيث نصرع حيث وطلع حسن صياغة مسألة خاصة بالنسبة للثلاثة الجامعية والتنفيذية والقضائية في تأثير القوانين الذي ألفه عام 1848 والذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي في فرنسا كبيرا جدا مثلما تأثرت أيضا بالبيت بون لاب في كتابه العهد الاجتماعي ولقياس اهميه مبدا الفصل بين السلطات نقول ان النظم المرئيه التي كان سائده في اوروبا حتى القرن الثامن عشر والذي عاش فيه هذه النظم المرئيه كانت تؤسس على فكره الملكيه المطلقه وذلك ملكيه السلطات الدوله التنفيذيه والتشريعيه والقضائيه في يد شخص واحد وهو الملك فكانت زياده حكما على الملك. يعني انه نشأت هذا البحث هذا المبدا مبدا الفصل بين الدكتور قد يرتكب عنه عوائق كثيره بسبب وجود السلطات في يد الملك تفضل السجان والغيار فكان نشأته سببه وجود هذه المبادئ هذا السبب. أهداف البحث تتبنى الأنظمة السياسية والدستورية بمبدا الفصل بين السلطات الثلاث وفقا لما يلي: تحريم أن يسمع شخص واحد أو جهة واحدة في الوظيفة التنفيذية والتشريعية حتى لا تنعدم الحرية السياسية وتسيير مصالح الدولة سيرا حسنا وانتظاما شرعيا للتوزيع وتنفيذ تصديرات الحاكم. وفصل السلطات لا يعني الفصل التام المطلق والانقطاع أواصر الصلاه بينهما بحيث تشكل كل سلطه تصديرا معزوله او دوله داخل يعني انه الفصل التام بين السلطات الفصل بين السلطات لا يعني انه كل سلطه تستقر في اختصاصها السلطات هو من اجل التنظيم للدوله. القصد من السلطات دائما التنظيم للدوله. كل سلطه لها اختصاصات ومهامات محدده يجب ان تتقيد بتنفيذها من اجل تسيير مهام الدوله وفق هذه الاجراءات وهذا المبدا. تمام. الفصل الاول تعريف ونشاه مبدا الفصل بين السلطات. نشاه مبدا الفصل بين السلطات التعريف وهو أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليه أغلب الأنظمة الحاكمة في دول العالم والذي يساهم في تنظيم الحياة السياسية بأسلوب صحيح ويتناسب مع طبيعة السلطة الحاكمة في الدولة. وكذلك يعرف مبدأ الفصل بين السلطات بأنه لو التعريف الأول على أساس أنه من المبادئ الأساسية للأنظمة الديمقراطية والذي يساهم في تنظيم الحياة السياسية بأسلوب صحيح ينظم الحياة. التعريف الثاني قال بأنه هو الوسيلة التي تضمن تحقيق التوازن بين السلطات الرئيسية اللي هي السلطات داخل الدولة اللي هي السلطة التنفيذية والقضائية التشريعية وهي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية فيساعد في منع تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض ويضمن استقلالية كل منهما منها عفوا. المبحث الثاني نشأت مبدا الفصل بين السلطات ان هذا المبدا يستمد اصله في الفلسفه الاريقيه فاخذ مظهرا سياسيا اولا فظهر على لسان افلاطون وارسطو وتلقبه كل منهم ومونتسكيو وروسو فانتقل الى الميدان التطبيقي على اثار الثورتين الفرنسيه والامريكيه. يعني هو ما كان عباره عن نظريات قدمها الفلاسفة اعتمد بعمل إلى لما المجتمعات تهيئت وأصبح هناك
حقوقات أحد المجتمعات يبدو يطبقوا آراءها الفاسدة. الفصل الثاني أسس أهمية الفصل بين السلطات. الأسس التي يقوم عليها مبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي ضرورة وجود ثلاث سلطات أساسية في النظام السياسي، وهي السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية. تتمتع إلى كل سلطة منها بصلاحيات واختصاصات أصيلة ومحددة في القانون الأساسي الدستور، وتمنح كل سلطة منها باستقلال نسبي عن الأخريات في عملها وفي آليات اتخاذ القرارات وبما يسند لها من الصلاحيات. لا يجوز استبدال أي سلطة من السلطات الثلاث سابقة الذكر بصلاحيات مطلقة في تنفيذها للمهام الممثلة لها، بمعنى أن هناك ضمانة للحيدوم له دون الاحتكار المطلق بالسلطة بأي حال من أي مكان من المجالات حتى لا يتم الاستبدال باستخدامها. حتى من السلطات الثلاث من مبدأ السلطات من الثلاث المشرع أو الدستور جعل ضمانة. ما هي الضمانة؟ جعل لكل سلطة اختصاصات معينة بحيث أنه ما تستبدلش على سلطة أخرى. لا بد من وجود رقابة متبادلة. الضمانة هي الرقابة. لا بد من وجود رقابة متبادلة وفعالة بين السلطات الثلاث بحيث تمارس كل منها صلاحياتها تحت رقابة السلطة الأخرى، ولضمان التزام كل سلطة بحدودية. إن الفصل المقصود بين السلطات هو الفصل المتوازن في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها على في توافق وانسجام. ويختلف مدى الفصل بين السلطات من نظام سياسي إلى آخر، فهناك نوعان من الفصل بين السلطات: نظام فصل نظام الفصل التام والمنظم في النظام السياسي الرئاسي، والنظام الفصل المرن في النظام البرلماني. وفصل شبه كامل في الأنظمة الرئاسية، وفصل أقرب إلى المرونة أو الأمور في الأنظمة المختلطة التي تأخذ من أسس النظام البرلماني وأسس النظام الرئاسي للجمهورية اليمنية وأكثر الأنظمة. المبحث الثاني أهمية وأشكال الفصل بين السلطات. أهمية الفصل بين السلطات الثلاث: أول شيء الحاجة، أول أهمية للفصل بين مبدأ بين السلطات الحاجة إلى تنظيم منع للطغيان السلطة على أخرى وصيانة للحريات. واضح هذا. اثنين: مراقبة السلطات لبعضها البعض، التوازي بين السلطات ويمنع الاستبداد. ومن يستطيعش انه النظام ما يكونش مرين بحيث انه ايش تكون سلطات الدوله مرينه في تقديم الخدمات وكذلك تقديم يعني مثلا ما تجيش السلطه التنفيذيه تقبل على عضو في مجلس النواب مثلا لانه معها اصحابها او تبعد عن الخزانه او ترفع الخزانه الى موافقه اغلبيه الاعضاء، ولا ما تجيش السلطه التنفيذيه تقبل على لما يضاف اليه حاجه اسمها التخصص الوظيفي، يعني انها
مختصه في تشريع القوانين في سن القوانين تخص القضيه ما يحق لاي سلطه اخرى ان تقوم في سن القوانين Yeah.
خلاف اقول لك بين حكوميه البرلمان والوزاره كثر روحي اجاوبك رجع الطاقه